أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله حديث صحيح رواه الحافظ ابن ماجه وقال القاضي عياض رحمه الله في ذمة الله أي في أمان الله وقيل الضمان يعني الله يحفظه وإذا صلى الصبح مخلصا يعني في وقت صلاة الصبح استيقظ فصلى الصبح مخلصا لله تعالى يكون في حفظ الله وفي كنفه وينتقم له من ظلمه في ذلك اليوم فينبغي أن نتعاهد وأن نراعي مسألة الانتباه والاستيقاظ لصلاة الصبح في الوقت يعني قبل أن تشرق الشمس فلو وضع الإنسان هذا الذي يقال له المنبه يعني الساعة مثلا أو وكل إنسانا أن يوقظه فهذا الأمر يستأهل ذلك بعض الناس لأجل السفر أو لأجل أمر دنيوي للصيد مثلا يخرجون قبل الفجر ويذهبون من بلد إلى بلد ويتحملون البرد والظلام والليل والمشقات والجوع ولأي شيء لأجل أمر دنيوي فأنت في أمر صلاة الصبح ينبغي أن تعتني وأن تنتبه لذلك وأن تحصل هذا الخير وهذه البركة وهذه البشرى إذا من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في أمان الله الله تعالى يحفظه ثم لا تنسوا كم في صلاة الصبح من الأجر والخير والبركة إذا صلى الصبح صلاة صحيحة مخلصا لله تعالى الملائكة تستمع لقراءته في صلاة الفجر أليس في القرآن الكريم إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني قراءة القرآن في صلاة الفجر تحضرها الملائكة لذلك يا إخواني ويا أخواتي ينبغي أن ننتبه وأن ننبه أولادنا وأن ينتبه الإنسان وينبه زوجته إن استيقظت هي توقظه وإن استيقظ هو يوقظها لهذا الخير العظيم ولهذه البركة ولهذا السر فلا تضيعوا على أنفسكم ثم بهذه الصلاة العظيمة الواحد قد يعتق من النار قد يعتق من النار إذن اعملوا بهذا الحديث الشريف من صلى الصبح فهو في ذمة الله والحمد لله رب العالمين.